الله يحييك، مرحبا بكم على خير. الله يسلمك. هل الظفرة في الظفرة عاد؟ نعم نعم. وانتوا هلها ان شاء الله، وبتقولنا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. بداية، شو المبادرات او الفعاليات اللي تنظمها البلدية حسب انها تشجع المشاركين والمشاركة المجتمعية في هذا الحدث؟ عندنا عدة مشاركات وعندنا عدة مبادرات، اللي هي اهمها خلينا نقول وجود التواجد البلدي وسط الفعالية نفسها، من خلال المخيم ومن خلال فعاليات تقام في الحدائق. نعم. كذلك عندنا مبادرة تزيين مدينة ليوة كاملة بالإعلام وبالإنارة لتعطي طابع خلينا نقول فرح وسرور للمجتمع. جميل جميل. دكتور نزيل، اليوم شو هي مساهمات التواجد البلدي في إنشاء بيئة آمنة ومريحة للزوار والمشاركين في هذا المهرجان تحديدا؟ بداية من التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الزيارات في المخيمات، أو حتى خلنا نقول في البلد في البر يزورونه. عندنا آليات مجهزة، عندنا دراجات مجهزة لأعمال التوعية. نعم. بأهمية المحافظة على البيئة، بأهمية عدم رمي المخلفات، بالتعاون كذلك مع جميع الجهات أو الشركاء الاستراتيجيين خلنا نقول في أمن وحماية العوائل، ولا حتى الأفراد الشباب اللي يستمتعون بالأجواء الشتوية عندنا. جميل. يعني دكتور، هذا الشيء مواكب لكوب 28 اللي هو يتحدث عن الاستدامة، وأنه يصير أسلوب حياة ومعيشة موضوع الاستدامة في حياتنا وتصرفاتنا اليومية. ولكن حسب رأيك، كيف يدعم التواجد البلدي خلينا نقول الثقافة الإماراتية والمحلية لأجل الفعاليات الثقافية المتنوعة ضمن هذا المهرجان؟ عندنا مثل ما قلت لكم فعاليات في الحدائق. الفعاليات هاي فيها أجنحة خاصة بالأسر. جميل. الأسر الإماراتية. نعم. يستخدمون فيها الخوص، يستخدمون فيها السعف، يستخدمون فيها الأشياء اللي هي من الزراعة نفسها. نعم. مثل السرود، مثل المخرافة، ومنها يتعلم الجيل هذا. طبعا فعالياتنا نحن تناسب جميع الفئات العمرية. جميل جميل. سواء من الإمارات أو حتى من الزوار في الإمارات. أكيد. ندخل في تفاصيل أكثر معك دكتور. اليوم شو هي الخطوات اللي يتخذها التواجد البلدي عشان يتأكد من سلامة نظافة المكان خلال فترة المهرجان، البنية التحتية، هذه التفاصيل؟ نعم، نحن اليوم عندنا مثل ما قلت لك فرق التواجد البلدي متواجد على مدار الساعة. المهرجان بمعنى الكلمة شغال على مدار الساعة. نعم. فالجولات الميدانية متواصلة في المهرجان، خارج نطاق المهرجان، في الصحراء، الرملة، فنقدر نوصل لأي حد. جميل. بس أساسا نحن نراغب عليه حتى نقدم له المعونة، نقدم له الخدمات، نشوف شو محتاج، نتأكد من المخيم اللي عنده. بالتعاون عندنا نحن أطلقنا حملة نظافة برنا مسؤوليتنا للعام الثالث، هاي مشارك فيها عدة جهات حكومية، يطلعون جروب. نعم. مجموعة يزورون المخيمات، يزورون العوائل، يزورون الشباب المخيمين، ويعطونهم بعض الهدايا التشجيعية التحفيزية، أن يخلوا مكانه نظيف. حتى أكثر اللي شفناه نحن من الميدان أنه يروح في نفس المكان اللي كان فيه البارحة، لأنه متأكد أن المكان هذا هو مخلنا نظيف. يا سلام. جميل. جميل. يعني إحنا من كم يوم كنا نتكلم دكتور عن موسوعة تتكلم عن تاريخ دولة الإمارات، وأنتم بهذه المهرجانات التراثية تدعمون بعد هذا. أكيد. الشيء أكيد. قد يضاف إلى هذه الموسوعة. برأيك الموسوعة والتراث والمهرجانات وكل شيء محلي إماراتي أيدعم السياحة الإماراتية وكيف؟ نعم، يدعمها بحيث أنها هي العلم. نعم. لمنه انطلقت دولة الإمارات. الإمارات يعني ما وجدت إلا من خلال ماضي لها. صحيح. بالفعل. ماضيها اللي وصلها اليوم للقمر، وصلها اليوم للفضاء. صحيح صحيح. فهذا كل الموروث عندنا محافظ عليه، ينشاف بالعين، يلمس باليد، موجود في الحدائق، موجود في الفعاليات. صدقت. صحيح. كذلك عندنا نحن الموروث النباتي. اليوم نجحت بلدية منطقة الظفرة والتواجد البلدي في إعادة نشر جميع النباتات اللي كانت موجودة واللي كانت شبه مقرضة، هي أعمال زينة في جميع الطرق وحدائق الضفرة.
يعني خطوة جدا مهمة خاصة بما يخص النباتات المنقرضة، لأنها بعد تهدد البيئة أكيد والتغير أكيد المناخي. فقواكم الله أستاذ دكتور. قواكم الله، وأكيد لكم خطوة مهمة جدا أكيد في تحقيق الاستدامة. ونفس ما ذكرت زميلتي أكيد مع مؤتمر الأطراف، أكيد هذه الإسهامات من الجهات الحكومية تبين أن الحكومة اليوم تمثل عمود فقري أساسي أكيد لتحقيق الاستدامة. وشكرا لكم على هذه الجهود كبلدية أكيد الظفرة. جزاكم الله خير. كل الشكر الجزيل لك دكتور هامل سيف الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة في بلدية الظفرة. كل الشكر الجزيل. شكرا لك.